النيل هو راه معروف على المستوى الوطني هو فندق اطلانتيك ربع نجوم اطلانتيك جلاب ربع نجوم راك تشوف فيه تشوف نصوروه على دوك نشوفوه هاد الاطلانتيك جلاب دار فيه اكوا بارك دوك نشوفوها اللي هي منطقه تاع الالعاب المائيه وحتى السنة يعني هذا العام في الصيف كانت توافد كبير عرف ما شط حتى ان الجهه الاعلاميه كانت عندهم كانت عندنا التلفزيون العمومي يعني كان قريب شهر يعني كان دايرين صباحيات صباحيات التلفزيون يعني العمومي صباحيات كان يدير صباحيات على مستوى كان يروج للسياحه على مستوى الولايات عين تيموشنت وكانت ترويج بامتياز عرفت توافد كبير بالسياح شواطئ ما شاء الله يعني السياحه المحليه والوطنيه وحتى الاجنبيه حتى الخارجيه حسب المعلومات اللي عندي كان ثاني افتتاح فندق جديد فندق تابع لاحد المستثمرين هو ابن المنطقه اليس الله اعلم الاخ دوما هو مستثمر على مستوى يعني يستثمر في المجال السياحي نتمنى له التوفيق هو الشاب الصغير نتمنى له التوفيق ان شاء الله هو ابن منطقه عين تيموشنت